بالنسبة للبطيخ ساوي 15 درهم للكيلو البطيخ الأخضر، وبالنسبة للبطيخ الأصفر داير 17 درهم، ما يسمى بالشمالية، المعروف بالشمالية. هذا المنتوج نتاع أكادير حاليا هو اللي كاين موجود بوفرة دابا حاليا. وبالنسبة لسلعة موريتانيا والسينيكال ما تدخلش لهنايا، هاد الشلعة الله. علاش؟ بالنسبة لحقاش الفلاح نتاع المغرب اللي كانوا هنا النهار الأول داروا الكونترا في موريتانيا ما داروش بأن المنتوج ديالهم يدخل المغرب، داروه هي على حساب الدول الأوروبية، ودابا حاليا ولاو تيعانيو من هذه المشكلة حيت كون كانوا تيدخلوا المغرب ويكون عندهم وفرة ويبيعوا المنتوج ديالهم، دابا ولاو تيعانيو من هاد الطائرة اللي كاينة. بالنسبة لهذاك الشيء كان تخوف بالنسبة ليه كان في الأول، ولكن دابا الحمد لله من الفرصة المائية عرفتها ولات طلعت بخير ليه، في الأمطار الأخيرة المنتوج بهذا ما بقاش تخوف دابا حاليا. دابا أنواع السلع اللي كاينة تقريبا كاع السلع كلها كاينة، كاين البطيخ الأخضر البطيخ الأصفر، وبالنسبة للخوخ دابا حاليا والشهدية كاع المنتوج كله دابا تيكون موجود. طيب الناس تسول هذا الفلاح الزاكوري معروف الجوده ديالته وكذا، واش غادي يكون هذا العام غادي يكون بوفره؟ لا بالنسبه للفلاح ما غاديش يكون نتاع زاكوره بوفره، غادي يكون مناطق اخرى اللي تيغطيو على زاكوره بحال كادير بالنسبه لمراكش على حساب نتاع سلعه الشيشاوه غادي يكون بوفره. البطيخ دابا تيدير ما بين 12 درهم حتى ل 15 درهم اللي كاين. دابا على حساب الكيلو اللي فيها كاين من 4 كيلو حتى ل 10 كيلو. ومن هنا باش تعرف الانتاج دابا نتاع البلاد كاين فتح السمنية تلقى في الدلاحة فيها 10 كيلو كاين الانتاج مزيان. دابا كاين التلاح بدا تيدخل دابا وقيتو هادشي، دابا كاين وقيتو هادي التلاح دابا شهر 5 يكون موجود. بالنسبة لإقبال الناس تسول الناس تتغدى؟ ضروري تيسولوا على التلاح، ولكن دابا عرفتي التلاح تيتوي صحاب لوطيلات والناس الحوامي. سمعنا بان اليهود المغاربه اكثر استهلاكا لهذه الماده. دابا حاليا في هذا الاسبوع هذا كاين واحد العيد نتاع اليهود المغاربه كاين هنايا، ففي كاع بقع المغرب كاين في كاع المدن المغربيه كاع هما اللي تيستهلكوا دابا هذا الشيء وتيستهلكوه بوفره كاع. هو ضروري كاين الانتاج تبارك الله، ولا بالتالي يكون المنتوج كثير ولا بالتالي يكون ضروري، ما يمكنش يبقى هذا الشيء. دابا بالنسبه للحاله اللي سخنه هذه تولي الانتاج ولا بالتالي يكون بوفره. على حساب هذا الشيء ديال الدواقات ديال التلاح دروك اللي كاين، هذا النواحي دروك اللي كاين ديال كادير، هذا الشيء ديال السير ديال الغطا هو باش خدامين دروك، كاينه فيه الاثمنه حتى 12 14 13 درهم باش تنسقطوها حنا في سوق الجمله، وكاين اللي عندهم تيخرج من عندهم ب 10 ب 11 باش يخرج، وتيكون فيه داك الشيء الديشي دروك اللي تيجي عندنا حنا داك الديشي لامبالاج ماشي من الجزار وداك الشيء ديال القليع، تيجينا دروك هذاك الديشيت لامبالاج حنا تنبيعوه بهذا الاسم، ولكن على المواد حيت تيسخن الحال تعطي زاكوره ثاني شويه ويعطي ثاني طاطا شويه ويعطي ثاني كادير شويه تنتاز ما يكون الثمن نتاز 7 8 6 درهم. هذا العام هو فاش بيبقى لك السيمو ديال التلاعب، الا كاين هذا العام الجوده قليله ما كاينش ديك الجوده طالعه بزاف، كاين الجوده قليله. الى هاد السنين اللي دازوا عطاوهم واحد المضمون، اللي عنده 10 هكتار مثلا عطاوه جوج عطاوه ثلاثه هكتار نقصوا ليه، داك الشيء باش الاثمنه تتبقى رافعه ماشي كيما مالفه اللي ما بتبقى من 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 4 دراهم حتى 6 دراهم، لا بيكون نقص بزاف، بيكون نقص عليهم بزاف، بيكون نقص عليهم بزاف. كما هاد المده اللي دازوا كان شويه ديال كاين ديال سميتو تيدوز تيكون الكتارات بزاف وداك الشيء، ما دروك هاد العام ناقصين لهم الكتارات، مثلا اللي عندك 10 الكتار تيعطيوك جوج ثلاثه الكتار الا تفلح على حسب الماء، هو تيدي الماء بزاف، الا تخرب من الدلاحه تتوقف لك تستهلك ثلاثه الطوانط الماء في العام باش تطلع الدلاحه بثلاثه الطوانط، تستهلك دلاحه واحده باش تستهلك الدلاحه، ولكن على مود داك الشيء باش نقصوا لهم وداك الشيء نقصوا لهم الكتارات باش يكونوا عايشين. ولكن هذا المنتوج اللي جاي يضرو هو اللي بغى يعطي لنا دروك يعطيهم هذه الاثمنه، هذه الاثمنه هذو دروك هذه الاثمنه اللي كاينين دروك على حساب القله، ما هذا الوقيته العام اللي فات والعامات اللي فات تنبيعوه ب 7 دراهم هنا. موريتانيا
طلبوا لهم واحد الثمن كثير ديال 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 سميتو، حسبوا لهم 4 دراهم ديال سميتو. ملي بغيت تخليك من تما مثلا الرموك ديال الدلاع ولا شو بيخلص عليه 8 ديال بيخلص عليه واحد 9 ملايين، والدلاع غلط ما بقاش داك المستوى ديال الدلاع اللي دخل الدلاع حطاه. هذوك الناس مشاو ولا باقي تهضر موطاريا الله ينيها موطاريا ولا تيتشتغلوا غير وما بداش الدلاع لين كلشي خسر فيه. هذاك الدلاع ما بقاش يوصلك للمغرب، هذاك بالله بيوصلك للمغرب كله مشى. الدلاع ولا توصل 30 كيلو 20 كيلو شنو باقي بيستهلك انا؟ حتى واحد ما كاينش ديك الوفر اللي موالف تيدوزو، كاين غير واحد مقصود شويه بالنسبه شويه عاد تعطي شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وما عرف غادي يكون النتاج ديالو غير هو السومه بتبقى بين 5 دراهم 6 دراهم 4.5 4 دراهم ما ينجوش عليها الفوق الا دروك على حساب الوجه قليل. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.